وصلنا لفقرة بتخص الجمال والإكسسوار. رح نروح ونتعرف على بعض الأفكار الجديدة مع نغم الحشمي. صباح الخير نغم. صباح النور سيد. صباحكم. صباح الخير نغم. صباح خلينا النور. بالبداية هيك قبل ما نتعرف على الهاند ميد اللي عم تشتغلي فيه، نتعرف عليك أكثر. أيمت بلشتي؟ شو دارسة وشو المواد اللي تشتغلي فيها؟ تمام. هلا اول شيء بلشت من حوالي 4 سنين، بلشت بشغلات كثير بسيطه وبلشت هيك اتنوع فيهم واكبر واكبر. هلا اضافه لاني بلشت بالمحاماه السنه، بدي ادرس محاماه وهي شغله يعني هوايه، بلشت فيها هوايه، بلشت اشتغل يعني كله شغلي كله هاند ميد. نعم نغم، خبرينا يمكن اليوم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الواتساب صار كتير أقرب أنك أنت تسوقي لأي منتج بتعمليه، خبرينا كيف بتسوقي لشغلك، كيف بتوصلي لكتير من الصبايا؟ تمام. هلأ بأغلب الأوقات مثل ما حكيتي أنه السوشيال ميديا كتير دخل لحياتنا وخلانا ببعض الأوقات أنه نسوق شغلنا بشكل أسرع، نكون قريبين من الناس بشكل أكثر. البضاعة يعني مثلا أنه أنا بقدر حتى مثلا فيسبوك إنستغرام بتتسوق أكثر، الأغلب الصبايا بصيروا يشوفوا شغلي. ممكن بالبازارات كمان أنه نعمل أكثر من بازار لحتى نسوق لشغلي، وهيك مثل بالسوشيال ميديا وأكثر شيء بالبازارات كمان. نعم نغم، خلينا نبلش نحكي شوي على القطع اللي موجودة. القطع اللي بين إيدي فيها دامجة، خلينا نحكي عنها عدة أحجار أنا شايفة، فخلينا نحكي عنها أكثر. هلأ بالقطعة اللي بإيدك أنا دامجة زهرة الأقحوان يلي كمان كتير داجة السنة، مع الفيروز يلي ما بيبطل أبداً، والسنة كمان موضة العين، العين كتير داجة، بالإضافة للولو الطبيعي واللون الذهبي اللي بيستمر معنا للسنة كلها، يعني مكمل معنا لبقية السنة. نغم، كتير من القطع نحن بنشتريها من السوق بتروح ألوانها، احكي لنا عن جودة تصاميمك. تمام. هلا اغلب القطع اللي بتكون موجودة عندي اما بتكون مطلية طلي روديوم وبعدها رجعة طاليتها ذهب، او بتكون مطلية ذهب عيار 12 او 18، او بتكون مثل الجنازير اللي موجودة كمان معي بيكون من الستيل وما بيغير لونه ابدا. نعم. يعني كمان نغم عم شوف قطعة بين إيدي، أول شيء الألوان عم بتكون فضي وذهبي الاثنين، هدول القطعتين بيلبسوا مع بعض؟ بيلبسوا مع بعض. فيها الصبية تنسق إنه يكون القطعة كتير ناعمة، يعني السنسال كتير ناعم، والجنزير السنة ما بدنا لا يكون كتير كبير ولا يكون كتير ناعم. كتير شفناهم درجوا، كتير صبايا لبسوا الجنزير. طبعا مكملين معنا لخريف والشتاء 2021 و2022. طبعا موضة الفيروز ما بتبطل والسنة كتير دارجة موضة العين، بنقدر ننسق يا اما مع قلب الجنزير او بنقدر نلبس السنسال لحاله. يا بنعملهم بقفل واحد او بنخليهم بقفلين، كل شيء من الحال. نعم. نعم كمان عم نشوف الحلقات اللي هون، خلينا نشوفهم على الكاميرا. اوكي، عم نشوف اشكال والوان هيك دارج. تمام. هلا السنه بالاضافه انه دارج الالوان اللي مثل هيك زهر، موف، الذهبي والازرق. كمان دارج موضة الحلق الكبيرة اللي هذا عم تجي نص مثلث، نص مثلث أو اللي عم يجي مثلث كامل أو دائرة كاملة أو نص دائرة. وكمان الموضة الحلق اللي متدلي الطويل كمان كتير موضة السنة. تمام. باختلاف ألوانه كمان، بس السنة كمان كتير دارج الألوان، يعني حتى لو لبستنا شوي فيها ألوان لا كمان عم ندخلها بالإكسسوار ألوان. طيب خلينا نحكي شوي نغم عن قواعد اليوم للصبية إذا بدها تلبسهم بالإكسسوارات، يعني لا تلبس هاي مع هاي، لا تدمج هالقصة مع هاي القصة، يمكن شكل القبة أو اللبس إذا بيأثروا على الطريقة اللي بيظهر فيها الإكسسوار. خلينا نحكي شوي نصائح للصبايا. الفكرة إنه الأغلب الأخطاء اللي عم تقع فيها الصبية عم تلبس أكثر من طوق، يعني طوق طبقات مع حلق كبير مع أساور مع خواتم، لا ما بيمشي الحال هيك، يا بدها تنسق طوق ناعم مع خواتم ناعمة أو أساور مع حلق، يلي بدها تلبس حلق كبير مثل هيك، مثل الحلق الكبير الدائرة يلي عم يجي يا نص دائرة يا دائرة كاملة، يا بدها تلبس الحلق الطويل ما بدها تلبس معه طوق طبقات، بدها تلبس يا طوق ناعم يا أما بدها تستغني عنه أبدا. يلي بدها تحط أكثر من أسوارة بدها تستغني عن الخواتم. والخواتم وقت عم ننسقها كمان بدنا ندير بالنا على موديل الايد،
يعني الصبية اللي أصابيعها طوال نحاف بدها تختار الخاتم يلي له حجر شوي كبيرة مشان يبين جمال إيدها، والصبية يلي أصابيعها تخان وراد وصار شوي بدها تختار الخواتم الناعمة كتير أو الخواتم السمسة اللي كتير موضة السنة كمان. إذا كمان يعني مثل ما هلأ نحن جايين على خريف وشتاء، فالصبية لابسة كنزة قبعة عالية بدها تلبس معها شيء كتير ناعم، لأنه كمان السنة الموضة إنه الشيء الناعم البسيط بس ناعم وبسيط السنة، فيا بدها تنسقه مع جنزير وطوق كتير ناعم، يا أما بدها تاخد طوق طويل مثل هيك مع الكنزة القبة العالية. تمام. أما إذا الصبية لابسة كنزة أوفر سايز كمامة طويلة عريضة ما فيها تلبس معها أساور، بدها تستغني عن الأساور تعود بالخواتم. نعم. كمان خلينا بما أننا نحكي بهذا الموضوع، نحن المحجبات دائما عندهم مشكلة بالإكسسوارات، يمكن مثل كأنه بالشتوية عند الصبايا السبور. طبعا. خلينا نحكي في شيء إكسسوارات بتخص الحجاب استخدمتيها عم تفكري فيها ل يمكن لحتى يستغنوا عن الشيل بالرقبة؟ تمام. هلا طبعا اغلب الصبايا حتى المحجبات بيحبوا انه يلبسوا طواق، فنحن بنحاول انه نطول الطواق شوي، نعمل طوق طويل مع الجنزير بنطوله اكثر من الصبيه السبور، او فينا نستغني عن الطوق ناخذ اكثر من اسواره مثلا خواتم ساعه ناعمه، ممكن سنسان نظاره، كمان السنسان نظاره مع الحجاب كثير عم يطلع شيء حلو، او ممكن انه الصبيه بتحب حتى المحجبة مثلا تلبس توربان مثلا فيها تحط معه حلق، كتير كتير موضة السنة كمان توربان مع حلق كتير تازل موضة السنة. نغم حكينا من شوي انه هذول الاكسسوار الوانهم ما بتروح تمام، بس كمان يمكن طريقة الاستخدام احيانا بتساعد انه هي المواد المعدنية تفقد بريقة. خلينا نحكي كمان نصائح اليوم ليحافظوا الصبايا على قطعهم. تمام. هلا اغلب الصبايا مثلا يلي بدهم يخلوا انه القطع مثلا الطواق الاساور الخواتم تضل عندهم لاكثر وقت ممكن، ما بدنا نقرب عليها عطر، يعني حتى الذهب اذا بدك تقربي عليه كثير عطر بده يفقد بريقه ويروح على يصير مثل قديم، فالصبيه اللي بدها تدير بالها عليه لا بدها تقرب كثير مي عليه ولا كثير عطر كحول وهالقصص، بضل معه اكثر وقت ممكن. في شيء حتى لو شو ما قربت عليه عطور مي ما بيروح لونه ابدا، بس الصبية هي اللي بدها تحافظ على هذا الموضوع، يعني كل صبية وذوقها. في طرق هيك لتنظيفهم أو نرجع لهم لمعانهم بسيطة بالبيت؟ الفضي ممكن بالبودرة، الذهبي لحاله بيضل محافظ على لونه، يعني ما في طريقة، لأنه إذا نقرب عليه أكثر من شيء ممكن هو ما يكون بيروح لونه، نقرب عليه شيء ويفقد لونه. هذا اللي عم يصير. نعم. عم نشوف بالفترة الأخيرة إعادة تدوير الإكسسوارات القديمة، خاصة إنه سنة عن سنة في موضة، يعني وبين الفصل والفصل في موضة جديدة. خلينا نحكي اليوم نغم، أنت بتستخدمي قصص قديمة بترجعي بتعملي إعادة تدويرها، وعم نشوف يمكن كتير منتجات عم تطلع كتير أحلى لما يمكن منحط لها لمسات شوي هيك مواكبة الوقت هيدا. تمام. هلا في صبايا ممكن يكون عندها طوق قديم ناعم كتير، قطعته كتير ناعمة، بتحط معه جنزير بتغير موديله كله، ممكن مثلا القطعة يلي حاططها مثل هيك مثلا هي يكون هيك، هذا الشيء قديم عنده لحاله، تضيف له مثلا هيك عين لأنه مو موضة السنة فبيتغير كله بيتغير موديله كليا، أو ممكن الصبية مثلا عندها طوق قديم تلبسه طوق طويل بتغير تلبسه طوق أكثر من لفة بيطلع طوق طبقات كمان كان موضة كتير السنة. ممكن نستخدمها بالتياب بأكسسوارات البيت كمان، يعني كمان هلأ ممكن صبية عندها طوق قديم ما بديها بتنزل على هالسوق بتجيب قطع معينة بترجع بتفكه وبترجع بتضبطه بتعطيه موديل تاني كليا، ممكن ما بديها عندها جنزير مثلا ما بديها ممكن تعمله شاط حزام للخصر كتير عم يطلع كمان كتير حلو، ممكن الصبية عندها أكثر من شغلة مثلا ما بدها إياها تفكهم كلهم مع بعض تطلع شيء واحد مثلا كتير عم يطلع حلو كمان. نعم. خلينا نحكي نغم كمان الطوق اللي كنت حاملتيه هو لانه ذهبي ولا فضي، هو اللون اللي روزي
روزي. تمام، فينا نعتبر انه هو دارج هاي السنه من الالوان درجه ولا لا؟ لانه بفتره معينه درج كثير. درج كثير هلا لا، السنه نحن عم نميل للذهبي اكثر. يعني في صبيه، في صبي اغلب الصبايا بيحبوا هذا اللون، بيعتمدوا، ما له غلط ابدا حسب الصبيه وذوقها. بس السنه لا، دارج الذهبي، اللون الذهبي اكثر. نعم، يعني سواء جنازير سواء سناسل ناعمه. طيب نغم، خلينا نحكي هيك نصائح اليوم لكل صبية حابة تطور حالها بهذا المجال. يعني ما قدمنا نصائح للبنات اللي حابين يقتنوا الاكسسوارات، ولكن ايضا اللي حابين يطوروا حالهم بهذا المجال، او هم بيحبوا هذا الشيء ولكن لساتهم بالمرحلة البدائية اذا بدنا نقول. تمام، هلا اغلب يعني الصبية اللي ما عندها دراية عن هذا الموضوع فيها تحضر فيديوهات على اليوتيوب على جوجل، تبلش من شيء كتير صغير تعمل شيء كتير كبير. يعني بتبلش تنزل على السوق تجيب قطع ناعمة تشغلهم حسب ذوق وتفكيرها، نبعد عن التقليد كليا. يعني مو وحدة هم تعمل هيك نحن نعمل مثلها، لا خلنا نعمل شيء لحالنا نحن. نعم نغم، بالختام قبل ما نختم معك، خلينا نحكي على السوشيال ميديا. اليوم عم نشوف كثير من الصبايا عم تعرض منتجاتها، ولكن على أرض الواقع عم بتكون مغايرة للصور. صار في مخاوف كثير من الصبايا أنه يوصوا على قطع عن الانترنت. خلينا نحكي لما يوصوك الصبايا كيف تتعاملي معهم المصداقية، كيف بتبعتي لهم ممكن صورة على الحقيقة، ممكن خبرينا. تمام، هلا اغلب القطع يلي بيشتغلها بصورها على رقبة صبية تنزل مثل ما هي وتوصل للصبية اللي طالبتها مثل ما هي، لا بيكون متغير فيها شيء وحسب الصبية شو طالبتها. هلا في صبايا بيكونوا شايفين مثلا شيء معين منزلته عندي بدهم يغيروا شيء معين عليه، كمان بعمله بس بتوصل القطعة مثل ما هي ونفس الجودة. يعني الشيء اللي بيروح لونه عندي إلا هذا اللون مثلا بدك تديري بالك عليه، لأنه ممكن بعد فترات يروح. الشيء المكفول عندي إلا هذا مكفول عندي، يعني مثلا معك كفالة سنتين، خلال هالسنتين أي ضرر بيصير عليه بكون أنا المسؤولة. راح لونه خلال هالسنتين تمام أنا بكون المسؤولة. أما الشيء اللي أنا بنزله فهو بيكون لازم، يعني أغلب الصبية اللي بتكون عندها مشروع هيك لازم أي شيء بتكون بتنزله هو يكون نفس الواقع تماما مشان اسمها ومشان مهنتها. أكيد. نعم، يعني تقريبا نحن وصلنا لختام فقرتنا معك. بدنا نشكرك لوجودك معنا، لكل المعلومات والنصائح اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا لكم.